نبذة عن الإمام الحسن عليه السلام من مصادر أهل السنة. حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له. عن عدي بن ثابت عن البراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. ولا يقتصر حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له فقط، بل يتعداه إلى حب كل من يحب الإمام الحسن عليه السلام، وهذا ثابت من مصادر أهل السنة وبنص صريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لحسن عليه السلام: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وفي الهامش إسناده صحيح. وتدل الرواية التالية على ارتباط حب الإمام الحسن عليه السلام بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينقل ابن حنبل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني الحسن والحسين. وفي الهامش إسناده صحيح.